عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم تشوفوا في الفيديو. مرحبا بكم الناس الكل، كيف العادة اليوم ان شاء الله رجعت لكم فيديو جديد. واليوم ان شاء الله خرجت وهزيتكم معايا، مشينا مع بعضنا الاكسيون وباش نعملوا جولة مع بعضنا. بما ان شهر سيدي رمضان على الابواب حبيت هكا نخرج ونعمل دورة، وقلت علاش لا ما نهزكمش معايا وباش نشري شويه حاجات. كيما تعرفوا هذه حاجه معروفه يعني فينا نحنا التوانسه، ونتصور في البلدان العربيه الكل، انك يبدا رمضان يقرب رمضان الناس الكل يبدا يخرجوا وتكثر الحركه. وبالحقيقه نحنا كيما تعرفوا نحنا في غربه، وماذا بيا هكا باش ما نحسش يعني اللي هي غربه. ديما نعمل نخرج هكا ونحاول هكا نخلق جو للاولاد ونخلق حتى جو الروحي. واهم حاجه لازمنا نعوضوا صغيراتنا بعادتنا وتقاليدنا. جو رمضان، طولت رمضان، زينه رمضان، تصنيف رمضان، ونعوضوهم بعادتنا وتقاليدنا، وان شاء الله ينعاد علينا بالخير والصحه والسلامه. بديت باكسيون ان شاء الله باش نحاول نهزكم معايا للبقايا اللي باش نقضي منهم الكل. باش نشارككم زادة مشترياتي البسيطة، مانيش باش نقول مشترياتي يعني مشتريات برشا برشا، لا، كل واحد والظروف نتاعه وكل واحد وعلى شنو يقدر. وماذا بينا جيست هكا نخلقوا جو لصغيراتنا، خاصة كيما قلت لكم نحنا في الغربة لهنا. كيما تشوفوا في اكسيون ما جابوش حاجات برشا برشا، على خاطر انا مشيت لاكسيون هذه القريبة، هي اصلا صغرونة وانا مشيت هكا بزربه، صورت لكم شويه اكاهو. ان شاء الله زاد كي تمشي فما واحده اخرى اكبر من هذه وتجيب حاجات اكثر، تجيب ديكورات مزيانه على الاخر، ان شاء الله تو كان مشيت لها نصور لكم وبارطاجيها معاكم. باش نحاول زاد نبارطاجي معاكم تحضيراتي لشهر رمضان، مشترياتي، جيست ناخذوا فكره مع بعضنا ونشجعوا بعضنا، وان شاء الله ينعاد علينا بالخير والصحه والسلامه. ولهنا باش نتعداو مع بعضنا نشوفوا الديكور. كما تعرفوا اكسيون سميمها راهي مناسبه والديكور نتاعها مزيان على الاخر، ثم زاد الفوانيس هذوما يصلحوا زاد لزينه رمضان، حاجه مزيانه على الاخر. ما همش اول مره يجيبوهم في اكسيون، موجودين فيها من قبل، اما حاجه مزيانه وسمها مناسب. كما شفتوا الاسوام الكبير 5 اورو والصغار 3.50 اورو، يعني سوم ماهوش غالي برشا. ثم هذوما زاد مزيانين على الاخر، ثم الكبيره وفما الصغيره. انا الحقيقه عجبوني، هما زاد موجودين من قبل في اكسيون، حاجه مزيانه وتعمل الكيف.
عجبوني هذوما على الاخر، حسيتهم كيف اسعف كما تشوفوا من الكبيره للصغيره، نجموا نستعملوهم لبرشا حاجات، زاد نجموا نحطوا فيهم حتى الخبز كيف هذه، زاد كما تشوفوا في هذه نتصور تجي حتى للخبز على الطاوله. الحقيقه خممت باش نشري منهم، وان شاء الله كي نشري منهم تو نبارطاجيهم معاكم. ولهنا زاد صورت لكم شويه في مواد التنظيف، راي فيها برشا حاجات استعملتهم قبل وعجبوني، كما هذه بيكربونات الصودا ديما نشريها منها، جربتها قبل وعجبتني، تو تشوفوها بعد في المشتريات نتاعي. راهو تنجموا تشرو منها زاد مواد التنظيف، حتى لو كان باش تعملوا كروميناج على رمضان راهو تنجموا تشريو من هنا، السوم مناسب والحاجات هذوما ديما نستحقوهم. ولهنا رجعت للدار باش نبارطاجي معاكم مشترياتي اللي شريتهم من اكسيون، شريت برشا حاجات. شريت هذه فما منها كبيره وفما صغيره، انا الحقيقه كل ما نمشي نلقى كل كبيره، المره هذه لقيت الصغرونه هذه عجبتني، هذه باش نستعملها ان شاء الله في رمضان، باش نستعملها على الطاوله باش نحط فيها الحلو، والا في العيد زاد نجم نستعملوها كما تشوفوا، عجبتني الحقيقة. شريت هذه زادة عجبتني على الاخر، فما منهم كبار وفما صغار، ممكن راكم شفتوهم معايا في الفيديو، نجمو نحطو فيها زادة لهنا شميعة، عجبتني صغرونة هذه متحفنا.
وشريت الفانوس هذايا نجم نحطه في شميعة كما تشوفوا يتحل ملوطة، فما منها اللون الأصفر والجري، أنا خذيت البلون هذا عجبني على الآخر. شريت هذه زاد متاع شمع، هذه عندي منها كعبة وكملت كعبة أخرى، زاد سومها مناسب. وشريت هذه زاد، هذه عجبتني على الآخر رزينة، واللوح متاعها عجبني، فما زادة كبيرة وفما صغيرة وفما نوعية أخرى. النوعية الأخرى ما عجبتنيش، هذه حسيتها اللوح متاعها كأنها حاجة ناتيريل هكا، هكا كيفاش نجمو نستعملوها كفكرة، نجمو زادا نستعملوها لبرشا حاجات أخرين. وشريت هذه، هذه ممكن شفتوها زادا في الفيديو، هذه بيكربونات الصودا، موجود منها ليكيد وموجود البودر. هذه انا جربت هذه الحقيقه وعجبتني، ديما كي توفالي نرجع نشري منها من اكسيون، بصراحه ننصحكم بيها. شريت البرودوي هذا زاد باش ننظف بيه الفور، استعملتها قبل وعجبني وفالي، هذاك عليه زدت عاود شريت منه، بصراحه ننصحكم بيه. وشريت هذوما زادا تاع تنظيف للكوزينه، هذوما هما كانوا مشترياتي اللي شريتهم من اكسيون، ما شريتش برشا حاجات كيما قلت لكم، شريت حاجات بسيطه على الاخر. انتظروني في الفيديوهات الجايه ان شاء الله باش نبارطاجي معكم برشا حاجات، باش نبارطاجي معكم مشتريات لشهر رمضان، تحضيراتي باش نهزكم معايا البرشا بقايع ملي نقضيت وشنو قضيت شنو حضرت. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ان شاء الله نكون ما طولتش عليكم، وإن شاء الله نقابلو في فيديو جديد. بالسلامة.